السلام عليكم. اليوم في شي واد ام وليد راح نجهزوا مع بعض الرشطه. كاين بزاف الناس ما يقدروش يشوها او يسكنوا في اماكن ماشي متواجده. اليوم راح نوجدوها مع بعض بطريقه سهله وبسيطه، ان شاء الله الكل يستفاد. واش راح نحتاجوا؟ دائما نوصيكم كي تجوا تجربوا الوصفه جربوا حاجه قليله، الا عجبتكم زيدوا في الكيل. راح نحتاجوا 2 كيلة تاع السميد رطب وكيلة تاع الفرينه، الملح والماء باش نلموا العجينه. هذا واش فيها العجينه. اذا راح نبداو باذن الله. اذا راح ندير 2 كيلة تاع السميد رطب، مع الكيلة تاع الفرينه، مع الملح، كميه من الملح، نخلطهم. راح نلمها بالماء، لكن لازم تكون عجينه قاسحه ما تكونش طريه. نديروا الماء غير بالعقل ونلموا العجينه تاعنا. كما قلت لك اختي لازم تكون عجينه قاسحه ما تكونش طريه. ديري الماء غير بشويه باش ما يسبقكش الماء والعجينه تاعك ما تفسدش. راح نزيد شويه. راح نعملها اليوم قدامكم بالتفصيل. كاين اخواتي طلبوا مني كيفاش نديروا الرشطه، اليوم راح نجهزوها مع بعض. اذا راح نزيد هذا الشويه اللي منه. لموها فقط ما نعجنوهاش. راح نزيد حاجة قليلة تاع الماء شي بزاف. اذا ها هي العجينه تاعنا. كما قلت لك لموها، لازم تكون قاسحه شويه ما تكونش طريه كما راكم تشوفوا. هذه العجينه ما تحتاجش الدليك او العجن، لموها فقط كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. ها هي العجينه تاعنا، نقسمها على 3 كرات ونلمها مليح. نزيد هذه. بالطريقة راح نخليهم يريحوا لمدة نص ساعة، نغطيهم ونخليهم يرتاحوا ونرجع لهم فيما بعد إن شاء الله. بعد ما ارتاحت العجينة تاعي راح نبدأ نحلها بالحلال. دائما نستعملوا الفرينة. ها هي العجينة تاعنا، نفتحها بالحلال. بهذه الطريقة نحلوها بالطول، لأنه راح نزيدو نفتحوها في الماشينة تاع العجين. حنقسمها على 2 بالطريقه. وها هي الماشينه تاع العجين تاعنا باش تشوفوها مليح. اذا انا راح نفتحها. بسم الله. اذا راح نديها في رقم 5 بالطريقه. بسم الله. راح نزيد الثانية. والعجينة كي تربنوها وديروها
ناشفه راح تساعدكم في الخدمه مش راح تتلصق لنا. اذا هادو راح ندير لهم الفرينه باش ينشفونا بالخف. بهذه الطريقه راح نقلبهم للجهه الاخرى، نزيد ندير لهم الفرينه. اذا راح نزيد نقسم كل وحده على اثنين، ندير الماشينه في رقم 6 أو 7، نزيد نفتحها ها هما. كما راكم تشوفوا كمل هذو، يعني هذه العملية درتها أنا مع كرة واحدة، ثم كملوها معكم كل الكور. رقم 7 ها هي. إذا هذه الأشرطة راح ندير لها الفرينة، لازم الفرينة، لازم نستعملوا الفرينة في كل مرة. ها هي وحده. اذا نحكم طرشونه، شوفوا مليح، نحكم طرشون نفرشوه ونديرو فوقه هذا العجين ينشف، نخلوه حتى ينشف مليح بهذه الطريقه. راح نزيد ثاني ندلو الفرينه حتى هو، نقلب الجهة الأخرى ونحطها تنشف حتى هو. إذا في الصيف راح نشوفوكم بالخف، لكن كيما رانا في فصل الشتاء راح يبقاو شوية، نخلوهم حتى ينشفوا مليح باش نقطعوهم من الجهة تاع الرشدة. إذا ها هي الشريط الثاني الثالث وننقل ونزيدو هذا. اذا راح نكمل لنا كل الاشرطه، العجينه اللي بقات لي راح نكملها كامل كما قلت لكم. فتحوها في رقم 5 ومن بعد في رقم 7 نديروهم الفرينه ونخليهم ينشفوا. اذا هنا نشفت لي بالخف الرشته تاعي، درت لي على الاقل ربع ساعه، لكن كل واحد الجو تاعو في دارو، يعني جربي شويه كما راني جربت هنا شويه، جربيها جوزيها في الرشته. الا تقطعت لك صافي راهي واجده كما راكم تشوفوا، راح نخدم قدامكم باش تشوفوها. ها هي بسم الله، راح نقطعوها بهذه الطريقة. ها هي الرشتة تاعنا، وراني دايرة الماء يغلي باش نديروها تفور كما راكم تشوفوا. ها هي راح نزيد شوية نقطع لكم شوية، نجربو كيفاش منديروش العجينة طويلة بزاف. يعني نديروها بهذا الطول مثلا، ها هو راح نزيد نجوزها. نزيد وحده اخرى اذا ها هي الرشته تاعنا كما راكم تشوفوا. ها هي انا راح نحكم الكسكاس، ها هو الكسكاس تاعي. الكسكاس دهنوه بالزيت باش الرشته تاعكم ما تلصقش، وندير كميه تاع الرشته فيه، من الاحسن ما نديروش بزاف، نديرو بشويه. وراح بالخف تفور يا ربي، يعني دقيقه او 2 راح تفور ونحوها. ها هي هذه راح نديرها تفور كما راكم تشوفوا، نديروش بزاف الكسكاس، نديرو كميه قليله فقط بهذه الطريقه. هذه راح نديرها تفور
نزيد نقطع شويه قدامكم. بالطريقه هكذا. الشريط الاخر قطعوا الاثنين. نزيد هذا. اذا ها هي الدفعه الثانيه، ها هي وجدت. كما نقولوا قلت لكم خدموا غير بشويه باش ما تعجن لكمش، لانه كون ديروا بزاف على بعضها راح تلصق بهذه الطريقه. اذا راح تفور الاخرى من بعد نشوفوها. اذا هنا ها هي فارت الرشته تاعي، راح نحيها. كما قلت لك دقيقه تفور، ما تديش الوقت بزاف. راح نزيد الدفعة الثانية هنا كما راكم تشوفوا. ديروا غير بشوية، ما ديريش بزاف الكسكاس باش ما تعجنلناش. ديروا غير بشوية بهذه الطريقة كما وريت لكم المرة الأولى. ولا شفتوا الكسكاس تاعكم منشف من الزيت، عاودوا دهنوه بالزيت باش ما تلصقلناش الرشتة تاعنا. بهذه الطريقة ديروا بشوية. إذا هذه أنا راح نديرها تفور دقيقة أو ثلين فقط، تفور بالخف. إذا هذه اللي فارت راح نفتحها، راها مازالت سخونة. نفتحوها نخلوها شغلك معقودة. إذا ها هي الرشتة تاعنا. اذا راح نكمل انا كل عمليه، نقطع الرشته ونفورها ونفتحها ونلتقي فيما بعد كي نكملها كامل. اذا ها هي الرشته تاعنا، شوفوا انا راح نكمل ونلتقي فيما بعد. اذا ها هي الرشته تاعنا واجده، شوفوا كيفاش جات. شوفوا ها هي، يعني هذيك الكمية شوفو شحال دارتلنا، دارتلنا كمية لا بأس بها كما راكم تشوفو. إذا هنا ولا حبيت الأخت تخبيها كما راهي، ديريها في كيس بلاستيكي وديريها في الكونجيلاتور، تقدري تخبيها حتى لست شهور. ولا حبيتي تستهلكيها تقدري تستهلكيها في نفس اليوم، يعني طيبيها بالمرقة تفوريها زوج خطرات وتشربيها بالماء والزيت والملح، ومن بعد في الاخير تريحيها بالزبده. راح نعملوها ان شاء الله مع بعض. اذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ما عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو، تشاركوا في قناتي حتى يصلكم الجديد. والى اللقاء مع وصفه جديده، والى الملتقى.